كده مش عادي هينا سيبنا دماغك مش مسمار سجل لي والله سيادتك حضرتك حضرتك عندنا هنا موبايلات دي الحراره الثلاثه دول اللي بنقطه حضرتك دي اليوم دي الملفات يعني اليوم والدي والكبدي سيادتك طاقه الكهرباء اللي بين اللي غيري وده حضرتك الهاي سبوت البريشر والثلاثه دول اللي هم الكرسي اللي لسه ودي اماكن تواجد السنسور في الوحده يعني ده رسم حضرتك شفت مصر مصر حضرتك المفترض يكون هنا الريشه الريشه دي مصر يا عم اه وسيادتك ده عمود الترومبا من هنا كرسي الاستاذ سبيرين والمحرك حضرتك ده بنرفع كام؟ 11 تقريبا 11 انما ممكن نزيد 11 يعني كل الوحده عليها حمايه وكنترول اي حاجه انت فيها تفصل على نفسها في حمايه على طول